جنا، فهل السلحفاة هي حيواننا السري؟ لا، إنها ليست حيواننا السري. إذا كان الحيوان السري مدجنا فقد يكون واحدا من حيوانات المزارع الأوروبية العديدة، فقد كانت جميعها برية في الماضي، لكنها دجنت عبر السنين الطويلة، ويستخدمها المزارعون للحصول على حليبها وصوفها وبيضها وللعديد من الاستخدامات الأخرى. نواشي الهضاب حيوانات مدجنة أيضا، وهي تعيش في الشمال الغربي من اسكتلندا، حيث تقل الأشجار وتضعف الحماية ضد البرودة، لكنها تحمي